تلاميذ سنة الثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الأول في مادة الجغرافيا، النموذج الثاني، سنقوم بحله معا. التمرين الأول، أجب بصحيح أو خطأ. لدينا عبارات نجيب بصحيح أو خطأ. تشرق الشمس صباحا من جهة الجنوب. تشرق الشمس صباح من جهة الجنوب. أحسنتم، خطأ. تشرق من جهة الشرق. تشرق من جهة الشرق. تقع نيجر ومالي جنوب الجزائر. دولتان بالنسبة للجزائر تقع جنوب الجزائر. أحسنتم، صحيح. يقع البحر الأبيض المتوسط جنوب الجزائر. جيد، خطأ. البحر الأبيض المتوسط يقع شمال الجزائر، فوق الجزائر. توجد أربع اتجاهات أساسية. أحسنتم، صحيح. الاتجاهات الأساسية الشمال، الجنوب، الشرق والغرب، أربع اتجاهات. تقع المغرب شرق الجزائر. خطأ. المغرب تقع غرب الجزائر، في جهة الغرب، من جهة الغرب. إذا نراجع، تشرق الشمس صباحا من جهة الشرق وليس الجنوب، جنوب خطأ. تقع نيجر ومالي جنوب الجزائر، صحيح. يقع البحر الأبيض المتوسط شمال الجزائر وليس جنوب. توجد أربع اتجاهات أساسية، صحيح. تقع المغرب غرب الجزائر، شرق الجزائر خطأ. التمرين الثاني، أكمل العبارة الآتية. تشرق الشمس من جهتي وتغيب من جهتي. تشرق الشمس من جهتي، أحسنتم، من جهة الشرق، تشرق الشرق. وتغيب من جهتي، جيد، من جهة تغيب الغربي. إذن تشرق الشمس من جهة الشرق وتغيب من جهة الغرب. التمرين الثالث، اربط كل مكان بالنشاط الذي يمارس فيه. لدينا المكان، أماكن، المكتبة، المستشفى، البريد، قاعة الرياضة، كلها أماكن. هنا لدينا النشاطات، معالجة المرضى، الاطلاع على كل أنواع الكتب، ممارسة الرياضة، إرسال واستلام الطرق. إن كل مكان نربطه بالنشاط الذي يمارس فيه. المكتبة، ما هو النشاط الذي يمارس في المكتبة؟ أحسنتم، الاطلاع على كل أنواع الكتب. المستشفى، مكان مخصص لماذا؟ جيد، لمعالجة المرضى. المستشفى، معالجة المرضى. واصل. البريد، النشاطات التي تمارس في البريد، مركز البريد، إرسال واستلام الطرود، جيد. وأخيرا قاعة الرياضة مخصصة لماذا؟ أحسنتم، لممارسة الرياضة. إذا نراجع، معالجة المرضى في المستشفى، اطلاع على كل أنواع الكتب يكون في المكتبة، ممارسة الرياضة في قاعة الرياضات، إرسال واستلام الطرود في مركز البريد. ننتقل إلى التمرين الرابع، أكمل الفراغ هو أن أحدد تواجدي لمعالم. بعد نكتب، أحسنتم، التموقع. تعرف التموقع؟ التموقع هو أن أحدد، ماذا أحدد؟ موقع تواجدي. التموقع هو أن أحدد موقع تواجدي، جيد، بالنسبة. لمعالم مكانية معروفة.
إذن أنت موقع هو أن تحدد موقع تواجدي بالنسبة لمعالم مكانية معروفة. تحديد موقعي، أحدد موقعي بالنسبة لأماكن معروفة، مثلا المستشفى، البريد، الملعب. تحديد موقعي يسمى بالتموقع. التموقع هو أن أحدد موقع تواجدي بالنسبة لمعالم مكانية معروفة. التمرين الخامس، أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة. لدينا أمام، خلف، يميني. جلست في سيارة أبي مكان السائق، وجلست أختي عن، إذا السيارة فيها مكان السائق، دائما السائق يجلس من جهة اليسار. جلست في سيارة أبي مكان السائق، إذا جلست هنا، وجلست أختي عن، جيد، عن يميني. أحسنتم، يميني. مواصل، اصطف التلاميذ سارية العلم لتأدية النشيد الوطني. أين اصطف التلاميذ؟ أحسنتم، أمام سارية العلم. أخيرا، رمى الحارس الكرة فجرت اللاعبون، أحسنتم، خلفها، وراءها. إذا نراجع، جلست في سيارة أبي مكان السائق، وجلست أختي عن يميني. اصطف التلاميذ أمام سارية العلم لتأدية النشيد الوطني. رمى الحارس الكرة فجرى اللاعبون خلفها. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.